من حوالي سنة ونص كده كان في كأس العالم في أحد الدول الشقيقة في دولة قطر، فالإعلاميين في مصر هجموا إن تم إنفاق 300 مليار دولار على إعداد الدولة، إعداد الدولة مش إعداد الكأس، لأ إعداد الدولة، لأن هم اعتبروا إن دي فرصة 10 سنين للإنفاق على دولة قطر لتحويلها من حالة لحالة تانية، مستغلين الفرصة دي. فالناس بتوعتنا بيهاجموا، انتوا ضيعتوا 300 مليار دولار. قلت لهم انتوا بتقولوا كده ليه؟ ده الرقم اللي يتصرف على دولة عشان تجهز نفسها، مش بتجهز نفسها للكاس، عشان تبقى دولة تتقدم وتستفيد من امكانياتها في انها تبني قدرات لدولة فيها صرف صحي وفي كهرباء وفي مواني وفي مطارات وفي حاجات تانية. فانتوا بدل ما تهاجموا افهموا. ده كان ساعتها ما كانش العلاقات ايه يعني، لكن انا الفهم والوعي والصدق هو الاهم.